مارسيلو جروي، باريغا أمام مارسيلو القائد يتكلم مع الحارس البرازيلي يتحدى في هذه الأثناء تحدي البرازيليين والأرجنتينيين. هذه لقطة مهمة بالتأكيد لحسم الأمور في هذه المعركة. كورة في الملعب، حكم طرد لإبعاد الكرة من جانب جوان كاب، بالتأكيد أوقف الركلة. الآن انتظار لكرة بانيغا أمام جروي، بانيغا وجروي، بانيغا ضاعت، ضاعت يا بانيغا. الهيتي نمبر 1، الهيتي لربع النهائي. مبروك يا عميد، مبروك يا عميد، مبروك يا عميد. وينها يا بانيغا، وينها، وينها يا بانيغا، وينها؟ لقد ركلها بعيدا بانيغا، كرة بانيغا جاءت بعيدا للغاية، وتوترت الأجواء وأصبحت مشحونة. وبالتأكيد هذا يلقي بظلاله بعد ذلك على القمة المرتقبة بين الفريقين.